بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. بداية انطلاقة شوطنا الثالث وانطلاقة 3 كيلومترات لسباقنا المحلي الثالث والمرحلة الأولى التي نشهد بها قوة واندفاعات سن صغار، لنبدأ بداية جديدة مميزة مع هذه الشعارات الحاضرة المنطلقة والمزينة لأرضية ميدان التحدي، لنشهد معكم وعبر شاشات قناة الريان الفضائية هذه المنافسة والقوة والندية من الشعارات المتواجدة. أول المراكز، أول المنطلقين، وتابع من يحمل الرقم 14 وهي الفائزة من تتواجد على المركز الأول وعلى الصدارة، لكن أمور الصدارة بدأت تتغير من الجانب الأيمن من قبل المرخية، تعود الملكية لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني عبد الرحمن الكبيس من يتابعها بعملية التضمير. المركز الثاني تقدمت بلشة لصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، هادي بن سالم الفيدة المري من يتابعها بعملية التضمير. النقلة مباشرة للمركز الثالث ليتابع شهنية، شعار سعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني حمد بن الزيوح من يتابعها بعملية التضمير. من الجانب الأيمن بدأت الأمور تتغير مع خطيرة، وشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن نايفة الهاجري من يتابعها بعملية التضمير على خامس المراكز. أرى التقدم أيضا والانطلاق من وقار، وشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني محمد بن برقان بن مقارح من يتابعها عملية التضمير. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى، وتابع انطلاقة وقار من غيرت مجريات الشوط من المركز الخامس حتى المركز الأول لتقدم لنا وقار. هذا الانطلاق، هذا الشعار الحاضر بتواجده مع المركز الأول، شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محمد بن برقان بن مقارح من يتابعها بعملية التضمير. انتصفت المسافة، يا لحالات هذه الانطلاقة المميزة من هذه الأسماء الحاضرة. المركز الثاني انطلقت المريخية لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني عبد الرحمن الكبيسي يتابعها بالتضمير. الله يا الكبيسي، يراقب الأوضاع. وانطلاقة المريخية على المركز الثاني. المركز الثالث تواجدت مودة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وبن مقارح يقدم لنا مودة وقار. المركز الرابع وصلت بهذه اللحظات نشبة، وشعار سعادة الشيخ محمد بن خالد بن جاسم آل ثاني ومحمد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين يقدم لنا نشبة كما قدم لنا منصورة في أول أشواط الإبكار. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة لأتابع انطلاقة أول المراكز، لأشاهد أول المنطلقات. 3 أسماء في مركز واحد متقدم، ولكن نشبة، الله يا نشبة، غيرت مجريات الشوط، انطلقت مع الصدارة لكن عادت مودة تعود إلى الصدارة لتنطلق بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محمد بن برقان بن مقارح من يتابعها بالتضمير، من يقدم لنا التواجد هذا الشعار للمركز الأول للصدارة. الله، وصلت بهذه اللحظات وانطلقت من الجانب الأيمن بتواجد هذا الشعار بانطلاقة هتان. الله يا هتان، شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني محسن بن علي بن مبارك بن فراج العراب يقدم لنا هذا الشعار كما قدم لنا في شوطنا الماضي مقدام، وكذلك قدم لنا هذا الشعار وتوصيفه في أول أشواط الإفكار ليتواجد هتان في هذا المركز المتقدم ليحظى للنقطة الثانية في هذه الفترة المسائية. الثاني والتبريكات نزفها لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني والمضمر محسن بن علي بن مبارك بن فراج المري له الثانية على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. وصلت مشاهدينا الكرام مودة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني بنفس الملكية المركزية الأول الثاني، لكن باختلاف المضمرين، هناك بن فراج وهنا بن مقارح المركز الثالث. كان الوصول من قبل مشاهدينا الكرام اللي هي نشبة
بشعار سعادة الشيخ محمد بن خالد بن جاسم الثاني المركز الثالث الرابعة وصلت وقار لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني المركز الخامس. كان الوصول مشاهدي الكرام من قبل أرصاد لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد بن جاسم الثاني. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء نذهب إلى التوقيت الزمني والحصول هتان إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. توقيت الزمني 4:36 تحطم التوقيت الزمني تحت أقدام هتان وست أجزاء من الثانية. تم التبريكات لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني والتهنئة لمحسن بن علي بن فراج المري من قدم لنا هتان وفازت معنا في هذا الشوط المركز الثاني. وصلت مشاهدي الكرام مودة توقيتها الزمني 4:41 بدون أجزاء من الثانية. التهنئة التبريكات لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني والتهنئة المضمن محمد بن برقاب مقارح المركز الثالث. كان الوصول من قبل نشبة توقيتها الزمني 4:45 ثلاثة أجزاء من الثانية. التهاني تبريكات لسعادة الشيخ محمد بن خالد بن جاسم الثاني والتهاني المضمر محمد بن سيف أبو سعيد الخيالي.